تزامن صالون المنتجات الوطنية مع العطلة الشتوية جعل العديد من العائلات تتهافت على هذا الحدث للنزهة من جهة ولاكتشاف الإنتاج المحلي الذي سوقت له الحكومة من جهة أخرى. في بلادي كل حاجة عجبتني، كاين وكاين، ما نقولوش قاعد يخدموا حاجة، بصح كاين حاجات الله يبارك. علاش الانسان يكذب؟ اللي نروح نشريه من الخارج نشريه من بلادي. الحديث عن تصدير الانتاج المحلي سيبقى شعارات متوقفه على مدى توفير التسهيلات للمؤسسات المحليه. نخدموا على التصدير، نشينا شويه مع موريتانيا الحليب اللي شتي، يا للاسف الشديد البابور دار 3 شهور يروح تروح البجايه، بجايه يروح لمالطا، مالطا يولي لطنجه، طنجه يولي، دوك نطولوا في الطريق. ايرالجيري جبت الطيارة، لكن الترانسبور غالي بالبزاف، وقال نواكشوت تلبون 400 مليون، دونك حنا ما عندناش 400 مليون فايدة في الاخر، دونك حنا ليكسبورتاسيون ما نطلقولهاش بإذن الله. ورغم الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر، إلا أن الصالون كشف تطورا ونموا سريعين للعديد من المؤسسات. سي نوتر سانكيام بارتيسيباسيون في صالون هذا تاع لا برودكسيون ناسيونال. ديجا هنا تو سالون ديريكت مع لو كونسوماتور الجيريان، دونك تو ديتكت لي بوزوان تاعو، لي ديزير، واش راه يستحق. Pour améliorer bien sûr la qualité, pour divulguer les nouveaux produits. Ça fait 2 ans qu'on s'est lancé dans l'exportation. On lance déjà vers 14 pays. صفاتنا كاختصاصيين في هذا المجال، وهذا يرجع إلى مختلف أنواع المواد المنتجة والتي تقدر بحوالي 150 منتوج ذو جودة ونوعية وسعر مصادقة عليه من طرف المستهلك الجزائري. معرض الإنتاج المحلي يعتبر محطة هامة لاكتشاف مدى قوة المؤسسات الجزائرية على دعم الاقتصاد الوطني، ليبقى هدف التصدير مرتبطا بتسهيلات السلطات.